تمتد الظلمة أكثر فأكثر في شوارع برلين وتحبس النوافر طاقتها ليلا، ثم تستفيق المدينة على احتجاجات ضد سياسة الطاقة الحكومية. وينقل عن وزير الاقتصاد الألماني قوله إن اقتصاد بلاده سيخسر في العام الحالي ما يقارب 60 مليار يورو بسبب شراء الطاقة من مصادر غير روسية. بخلفية هذا المشهد الألماني المعقد، تصل طائرة المستشار الألماني أولاف تشولز إلى المملكة العربية السعودية، أولى محطات جولته الخليجية. زيارة تشولز إلى الرياض وأبوظبي والدوحة لا حديث أهم فيها من حديث الطاقة، حتى وإن عبرتها ملفات السياسة. لدينا علاقات طويلة الأمد مع السعودية، ومن الضروري الحديث عن التطور في المنطقة وفرض تحسين العلاقات الاقتصادية ومواجهة التحديات السياسية وفي مجال حقوق الإنسان. وبحثنا بعمق استيرادنا للموارد الأحفورية من السعودية وفرض استهلاك الهيدروجين في ألمانيا مستقبلا. يبدو حديث المستشار الألماني عن التحديات السياسية مع الرياض أكثر ليونة من ذي قبل، خصوصا تجاه ملف الحرب في اليمن والموقف من إيران، لكن الغاية الاقتصادية قد تبرر التحول السياسي. والغاية اليوم هي تعويض 55% من شحنات الغاز الروسي المقطوع عن ألمانيا بتبعات الحرب الأوكرانية. في السعودية ترغب برلين في توسيع التعاون بشأن تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة. وفي الإمارات يسبق ملف الشراكة الطاقوية ملف التعاون المعلن لاستضافة البلاد محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ. أما في قطر، محطة تشولز الثالثة في هذه الزيارة، فتؤكد مصادر إعلامية أن شركتي RWA ويونيبر الألمانيتين اقتربتا من إبرام صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال. حزمة صفقات اقتصادية عاجلة تأمل برلين من خلالها أن تستدرك من الخليج ما ضيعته في موسكو.